FM. الكلمة ليك. شوف حركة نادي تونس عندها توا أكثر من قلت في بداية الحديث أنه حزب إذا كان الهيكل نتاعو وقف، وإذا كان تشوف أنت خاصة القواعد قوة حزب هو قواعده، والحزب الرأس المال الرمزي اللي معناها كونه في مدة 3.5 سنين ولا 4 سنوات تآكل في ظرف 8 أشهر، وهذا واضح من خلال معناها الساحة، في الساحة السياسية في الساحة الإعلامية، أنه كل انتجب نادي تونس أصبحت صورة نجم نقول مشوهة. ناس ولا تخاف تقول أنا من نادي تونس، حتى تشوف أنت شوف حتى في من ناحية العملية تسمعش فما النواب قاعدين يدوروا معناها من نادي تونس ورجعوا إلى القواعد متاعهم ورجعوا معناها يحاكيوا فيهم ويحكيوا في المواضيع وفي المشاكل اللي عندهم. رجعوش في ناب البحذاك وحمامات أنه بعض على القائمة الأولى وعلى القائمة الثانية، سمعتش فما نشاط متاع معناها نواب رجعوا إلى المجموعة متاعهم وقلوا له مرانا باش نعملوا لكم وفما مشروع فلاني أو المشاريع اللي يتضمنها معناها برنامج نادي تونس. ما فماش بصورة معناها تنجم تقول طبيعية، لأنه سيد ما عنده مهز، لأنه الناس سمحني بين قوسين نقول الكذبة معناها كما تقول أنت قال كلام غير معناها صحيح، حسب سمحني في العبارة كذب على الناس، قال مرانا كنا باش نعمل لكم مشاريع وباش 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 وباش، كله هباء ومعناها ذهب وباء. وبالتالي معناها الصورة قلت وأنه الرأس المال الرمزي نتاع نادي تونس انتهى، هذا فضلا عن أن الهياكل هي معطلة مشيت، ما عادش عندك انت تو نادي تونس شنو الريفرنس اللي عندك؟ يهز واحد تليفون باش يكلم شكون؟ الحزب ما عادش موجود، امين مال ما عادش موجود، امين عام مش موجود، عندك معناها عملة مش خالصين، كلام مش خالص، ناس في الجهات ما نحكيش حدث ولا حرج، معناها بالنسبه لل معناها للوكو اللي عندهم معناها والمشاكل الماديه اللي عندهم، شكون الفيزافي نتاعهم الان في نادي تونس؟ لا احد. كاب اف ام الكلمه ليك.